أهلا بكم وداخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحالة الجوية اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة. بتشهد اليوم أجواء ربيعية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجة لدرجتين. احنا طبعا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تجعل الطقس خلال فترة النهار شعرنا بيه حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وأيضا محافظات جنوب سيناء. ده طبعا خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس أيضا الأجواء بتكون معتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، بتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ده خلال فترات النهار، لكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس بيكون في فرق كبير بين درجة الحرارة العظمى والصغرى، بتوصل لأكثر من 12 و13 درجة مئوية. الأجواء خلال فترة الليل بتكون لطيفة في أول ساعات الليل، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق اللي موجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد. أما جنوب البلاد فالأجواء خلال فترة الليل بتبقى أجواء معتدلة. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 32 درجة مئوية، ده طبعا خلال فترة النهار. خلال فترات الليل هتكون ما بين 17 و18 درجة مئوية. بالإضافة كمان إن اليوم فيه نشاط للرياح، نشاط الرياح ده بيكون دايما خلال فترة المساء بعد فترة الظهيرة وفي ساعات الليل. نشاط الرياح ده على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، سواحلنا الشمالية، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، هو ده اللي بيزود إحساسنا خلال فترة الليل بانخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء والأجواء الرباعية. أيضا كمان اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وظل متوقع يقرر إن شاء الله غدا، لأن غدا متوقع وجود شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة. لكن طبعا مع تكون الشبورة المائية دايما بيكون في الساعات المتأخرة من الليل بالصباح الباكر، يعني تقريبا من الساعة 3 الفجر للساعة 7 الصبح حتى سطوع أشعة الشمس، ومعها الرؤية بتتحسن على الطرق، وأحيانا الشبورة بتكون على بعض الطرق شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور. الأجواء الربيعية المستقرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ده هيستمر معنا غدا الخميس بإذن الله نفس هذه الأجواء، لكن هيكون يوم الجمعة القادمة وده بنحب نحذر وننوه عنه في ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. متوقع العظمى على القاهرة الكبرى الجمعة القادمة توصل ل 38 درجة مئوية، يعني أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية. خلال فترات الليل الأجواء هتكون معتدلة الحرارة، لأن يوم الجمعة احنا نتأثر بوجود منخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية. منخفض الجوي الخماسيني ده بيتحرك من غرب البلاد لشرق البلاد معاه رياح جنوبية غربية هتعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا نشاط الرياح اللي هيكون مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية وخاصة الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية، وده ممكن يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. بالنسبه بقى للناس اللي بتستنى على طقس العيد والاجواء في العيد هتكون عامله ازاي، متوقع ان العيد هيكون ان شاء الله يوم الاثنين وفقا للحسابات الفلكيه هيكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله. عايز حضرتك تطمنين على الطقس في اول ايام العيد هيكون عامل ازاي؟ طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وجميع المسلمين بخير يا رب. احنا طبعا يوم العيد هيكون يوم الاثنين فلكيا ومتوقع الى الان، لان طبعا خلينا نقول ان اول الربيع معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، فوارد يحصل اي تغيرات في التنبؤات اللي احنا بنقولها لطقس العيد، لكن الى الان طقس العيد خلال فتره النهار الاجواء هتبقى حاره فيها بعض الاتربه العالقه، لان احنا هيبقى عندنا في نشاط للرياح هيبقى على المناطق المكشوفه خاصه في الصحراء الغربيه في سواحلنا الشمالية، فهتجعل فيه أتربة عالقة وغبار خلال فترة النهار على أغلب المناطق، ده طبعا خلال فترة النهار. بالأضافة كمان أن درجات الحرارة فيها هتبقى ما بين 32 و33 درجة مئوية، ممكن توصل ل 34 درجة مئوية، يعني طقس خلال فترة النهار حر مع بعض الأتربة العالقة. خلال فترات الليل الطقس هيكون لطيف بإذن الله. طيب احنا هتكون الدرجات فيها عاملة ازاي؟ يعني بالنسبة للقاهرة قلنا هتتراوح من 32 ل 34، باقي المحافظات هتكون الدرجات عاملة ازاي في أول أيام العيد؟ يمكن اغلب المناطق بتشهد ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدلات، يعني سواحلنا الشماليه متوسط
متوسط درجات الحرارة ما بين 28 ل 32 درجة مئوية، يعني أيضا أجواء حارة خلال فترة النهار. محافظات الصعيد زي شمال الصعيد طبعا درجات الحرارة خلال فترة النهار ما بين 35 وال 36 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد هتكون ما بين 38 وال 40 درجة مئوية، يعني الأجواء تبقى حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترة النهار. وجود نشاط للرياح دايما بيبقى بعد فترة الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة، الأماكن المفتوحة، المناطق الصحراوية الموجودة في الصحراء الغربية شمال الصعيد، وده اللي هيجعل الأجواء فيها بعض الأتربة العالقة والغبار خلال فترة النهار. الأجواء بصفة عامة في خلال أيام العيد هل تسمح بالخروج والاستمتاع بأجواء العيد ولا الجو هيكون عامل إزاي؟ لا بإذن الله تسمح طبعا بالفسح والخروجات إن شاء الله والاستمتاع بأجواء العيد، لكن في نصايح نتبعها مع الطقس خلال أول أيام العيد. وأهم نصيحة طبعا أصحاب مرضى الحساسية الصدرية والجهاز التنفسي وأمراض الجيوب الأنفية، مع وجود الأتربة العالقة اللي احنا بنتكلم عنها، لو احنا هنخرج يبقى دايما معانا نظارات شمسية، معانا كمات بتاعتنا عشان طبعا نتجنب التعرض للأتربة، كمان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 12 الظهر للساعة 3 أو 4 العصر، ده طبعا هيحميني من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. نتناول قدر كافي من المرطبات والسوائل، نستمتع بأجواء العيد إن شاء الله وما فيش أي مشكلة من الخروج. الساحل الشمالي هيكون أخبار أيه الناس اللي هتسافر في اليوم ده؟ هيكون أخبار الساحل الشمالي طبعا احنا لسه بنقول ان احنا متوسط درجات الحراره كنا بين 28 ل 32 درجه مئويه، يعني الاجواء نقدر نقول ان هي من اجواء من مائله للحراره لحاره خلال فتره النهار. هيكون في بعض الغبار والاتربه العالقه الموجود في الجو خلال فتره النهار، لكن نشاط الرياح هيساعد على الاحساس بالاجواء اللطيفه والاستمتاع ان شاء الله باجواء العيد. أسألكم مني بس بالتفصيل طقس الجمعة القادمة وأهم النصائح اللي نقولها للناس يوم الجمعة بتاعنا. طقس الجمعة القادمة بعد غدا إن شاء الله إحنا هنتأثر بوجود منخفض جوي خمسيني على الصحراء الغربية، كلنا لما بنسمع كلمة منخفض جوي خمسيني يعني دايماً هيكون معاه أتربة ورمال مسارة، فهيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. الطقس خلال فترة النهار يوم الجمعة هيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل معتدل الحرارة، طبعاً ده بالنسبة لدرجات الحرارة. متوقع العظمى على القاهرة تكون 38 درجة مئوية، بالإضافة كمان إن هيكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 40 وال 50 كيلو متر في الساعة، جنوبيات غربية يعني هتكون مثيرة للرمال والأتربة، يعني هيكون في أتربة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة الجمعة القادمة بإذن الله. دايما النصيحة المهمة والأساسية مع الأتربة العالقة أو الرمال المسارة، نصيحتين مهمين لأصحاب الأمراض الجهاز التنفسي، دايما وإحنا خارجين لما يبقى في أتربة، النصيحة الأولى نتجنب التعرض للأتربة بقدر الإمكان، لو إحنا هنخرج يبقى دايما في كمامات ونظارات شمسية، بالإضافة نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، طبعا كمان يعني نستمتع بالأجواء وممكن نقدر نخفف ملابسنا خلال فترات النهار وحتى كمان خلال فترات الليل، بس خلال فترات الليل ممكن نحافظ على قطعتين ملابس تبقى ملابس شتوية، ملابس أسفة صيفية ثقيلة، قطعتين اتنين ملابس مش ملابس صيفية مباشرة. شكرا. شكرا.